الذين شرفونا لنا ومشاركتهم في هذا الحفل. نتقدم نحن نزيلات سجن القناطر لكم بكل التقدير والاحترام. بندم على كل يوم نمت فيه وبنتي مش في حضني. جملة سمعتها كتير قوي من سيدات قاعدين في وسطنا هنا. نفعتهم الظروف او سوء الحظ او الاخطاء، كل البشر خطاء، يعني انه يقع في مشكله والمشكله دي تتسبب في سجنه، ثم في ابتعاده عن اغلى الناس عنده اطفال. انت اسمها على مين؟ منى. طب منى اتفرجي بقى عشان احنا انا جايه سرقه. سرقه عليكي حق ولا قد ايه؟ سنتين. كنتي حامل؟ اه كنت حامل فيها. واتولدت فيها ولا كنت حامل فيها 5 اشهر؟ اه اتولدت فيها. طب انت مش يعني هي هتفضل معاكي قد ايه تاني؟ هتفضل معايا هطلع بيها، هطلع بيها عندها 1 سنة و3 اشهر. 1 سنة و3 شهور؟ يعني هي هتفضل معاكي لحد ما تخرجي؟ اه طيب انت ما فكرتيش يعني مفيش حد بيفكر ياخدها منك بره السجن؟ اختي بتاخدها وبتجيبها لي، يعني بتخرج زياره بره 15 يوم شهر حسب ما بعمل لها التقرير، واختي بتجيبها لي تاني. طب هي بتخرج ازاي؟ التقرير بيطلع ازاي؟ التقرير من الدكتور ان هي عايزه تعمل كشف بره، وبخرجها تقعد معاهم شويه بره وكده ومع العيال كده ومش عارف. طب انت مش بتحسي مش تبقي متضايقه مثلا ان هي لسه طفله ومقضيه معظم حياتها؟ اه يعني انا جبت هي كانها محبوسه معايا بالظبط. هي ليها اخوات؟ لا هي اول شفت ليها. اه جوزي بيجي لي. طب ما بياخدهاش هو مثلا؟ اه ما بياخدها هو، بس هو عشان يعني شغله وكده بيديها لاختي هي قاعده معاها. طب هو بيعاملوا الاطفال ازاي؟ بيعاملوا هدايا ومؤسسه مصر للخير. امين شرطه فاطمه السعيد. امين شرطه. قولي لي بقى طبيعه الشغل هنا. طبيعه العمل هنا، احنا بنيجي هنا الصبح في كل مجموعه من السلمين مكان. رشا مسعد محمد. زياره، كافتيريا، كانتين، بنبقى احنا الحراس على فوز نادي محمد حسن. المساجين الصبح على الدفتر، وبنتوجه للمكان اللي هم رايحين فيه للعمل. هاني محمد محمود سيد. كده في مننا بيبقى قاعد على العنابر على اساس ان في زياره طالعه بنوديهم عند حسن احمد محمد. زياره بندخلهم طالعين مكتبه بنوديهم، طالعين ياسمين نبيل احمد ايمان الكافتيريا بنوديهم، واخر النهار بنستلمهم بعدد وبنسلمهم بعدد. تمام. الشغل هنا مرهق او بيختلف في طبيعته عن محمد عبد العزيز؟ طبعا سجن النساء بالذات اكتر مكان عمل فيه هو سجن النساء. عندنا ثابت رمضان. اشمعنى سجن النساء؟ احنا هنا بنقعد هنا اكتر من 12 ساعه، لان ممكن بنبات، احنا كمان في فينا بيباتوا. سماح يعني محمد. مثلا في هنا بيات تعزيز بيات بالليل، يعني ممكن اجي من الساعه 8 الصبح. هاني جمال محمد عبد الله. واللي مش بتمشي 8 بتمشي مثلا، تيجي 8 مثلا بتمشي اخر النهار الساعه 5. فطبعا في جميع السجون بيمشوا الساعه 1 الساعه 2، احنا هنا العمل اليوم كامل.